تاخد هدية مناسبة يعني ان هي تسليه. احنا دايما لما بنزور حد في المستشفى بنجيب ورد. لا مش حكايه دايما، هو لو عامل عمليه وقام بالسلامه، كان عيان وخف الكلام ده، فاحنا بنجيب شوكليت او ورد. اوكي. حاجه من الاثنين. ولكن نفترض ان هو لسه تعبان، ما تحددتلوش العمليه، مش بيبقى في بعض الحالات كده؟ زياره قبل العمليات صح؟ فبالتالي انا بحاول مثلا اجيب له حاجه تسليه. وعلى حسب نوع التعب اللي عنده، لو هو مثلا في العينين فانا هبعد عن الحاجات اللي ممكن يستخدم فيها عينين، لو هو ممكن العينين مش معقف حاجه، التعب مثلا في ايده او في دراعه او في رجله او ايا كان، فانا على حسب اتجاه الشخصيه. الشخصيه دي بتعمل ايه؟ بتحب القرايه، فممكن اجيب كتاب يسليه. طفل صغير، فكرة فأنا ممكن حلوة اجيب له لعبه تسليه، بس اللعبه ما بتعملش صوت. اخد بالي طبعا عشان بقيه المستشفى، بقيه المرضى الناس ما تنزعجش. على حسب الشخصيه واتجاهها. طب مثلا في الزيارات اللي زي دي، هل مثلا صح انه نبقى مجموعه رايحين، ولا الافضل نقسم نفسنا؟ على حسب الحاله المرضيه، لو هي مثلا واحده صاحبتنا في الشغل وقامت بالسلامه، ام جديده والده، فاحنا ممكن ان احنا نجمع نفسنا مع بعض وان احنا هنروح لها مره واحده. بس مقل ودل في الكلام، ونخفف يعني، احنا جينا والقصد ايه من الفرحه نطمن ونطمن وان شاء الله هنبقى نجيلك في البيت والف حمد لله على السلامه وخلاص. وبلاش بقى العبارات والتعليقات اللي ملهاش لازمه، هو وحش لمين، هي طالعه سمرة لمين. الكلام اللي اللي ممكن يحرج، او مش يحرج، يضايق الام او يضايق الاهل، ده كلام ملوش لازمه. او هو صغير قوي كده ليه؟ ما حدش بيقول كده. احنا رايحين، خلينا لطاف خفاف. دي زياره اللي هي اللي لسه والدته. وبلاش كعب عالي في المستشفى عشان الصوت. عشان الصوت، كل ما كان من غير كعب او كعب مربع، الفكره ان انا مش عايزه اعمل ازعاج واخلي بالي من تون صوتي. يعني ما اتكلمش بقى حبيبي واقابلهم بقى، مثلا احنا اتقابلنا مثلا على باب الاوضه في المستشفى، ما ينفعش بقى وحشتوني واخباركم ونقعد نتكلم اوبخ ولادي صغيرين. لا، في مرضى ممكن يكونوا ما صدقوا ان هم يناموا، فانا المفروض ان انا ما اكونش مزعجه. صح صح. اتفضلي. طيب الزياره النوع الثاني بقى مثلا اللي هي اللي لسه والده، احنا هنتكلم الزياره في البيت. في البيت ودي بتبقى طبعا فتره صعبه جدا على اي ام لسه والده. الاتيكات ايه في الزيارات اللي زي دي؟ الاهل من الدرجه الاولى في الاول، بعد ما الام تسمح بالزياره، لان في بعض الامهات الجداد بتروح بيتها، او في بتروح عند مامتها، او في يعني اول حتى لما بتروح بيتها بعد المستشفى بتبقى محتاجه تتكيف وتتاقلم مع الحاله الجديده والوضع الجديد والنظام الجديد، بيبقى قله نوم بقى وكركبه، فالموضوع بيبقى صعب. الفكره ان انا اختار وقت مناسب، ما اروحش الصبح بدري قوي ولا اروح بالليل متاخر قوي، لان هي موعدها واكلمها يناسبك امتى، والتزم بالميعاد، لا اروح قبله ولا اروح بعده. التزم، هي بتبقى قاعده مستنياني في التوقيت ده. بالظبط. بتفرق، هي بتفرق معاها، الوقت بيفرق معاها بالدقيقه اكيد. بالزبط. يعني طبعا. فانا التزم بالميعاد، اروح ما اطولش في الزياره، واذا حصل وانا موجوده والبيبي ابتدى يعيط او الكلام ده، المفروض ان انا انسحب. لو انا مش هقدر اساعد مع البيبي صح، عشان في لو قرايبها او اخواتها يقدروا يساعدوا يشيلوا عنها شويه. احنا بنتكلم ان احنا صحاب، لكن لو الاصحاب خلاص وضع تاني. القرايب والاصحاب خلاص بقى، بتبقى مامتها او هي بتبقى عارفه ومديه، فهي عارفه. بس انا برضو اقول لك على حاجه، احنا المدارس في مصر بتختلف كتير قوي، وكل واحد بيبقى له اتجاه. ده من مدرسه ان البيبي ما اعرفش نلفه ازاي، ده من مدرسه ان احنا نسيبه براحته، كل واحد. فانت الام بتشتت، فخليها ماشيه على اتجاه واحد طبعا. يبقى مصدر معين هي واثقه فيه، سواء بقى دكتور او سواء مامتها او حد معين هي واثقه فيه، مطمنه وماشيه عليه. طيب خليني اخر سؤال سريعا كده، تنصحي ايه الـ 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 الناس في زياراتهم مثلا يتعاملوا ازاي؟ يعني سريعا كده، ان احنا ناخد يعني نستأذن قبل ما نروح، ان احنا لو بمجرد ما بندخل البيت المفروض صاحب البيت بيقول لنا اتفضلوا على المكان. انا ما اروحش اختار بنفسي الا اذا هو ما قاليش اتفضل فين، وابعد لأبعد مكان ما يعيقش الحركة في البيت وما يكشفش البيت. أوكي. مهمة. واتفق لو أنا وفرح رايحين نزور حد، نتفق على ميعاد إن إحنا هنقوم فيه وما نطولش،
وارد في البيت على حسب الناس اللي فيه، في حد كبير عنده ميعاد هياخد فيه دواء او عايز يستريح، او طفل عايز ينام، او حد وراه مذاكره، فانا ما اطولش زياده عن اللزوم. الاستئذان مهم، ما اطولش زياده عن اللزوم، ما اثقلش على الناس الموجوده، وانوه قبل ما اقوم ب10 دقائق. يعني ما يبقاش انا وانت قاعدين بنتكلم مره واحده كده قايمه مره واحده، طب خلاص بقى فرح انا ماشيه دلوقتي. أوكي. لا اقول لك فرح على فكره، انا يا دوب هكمل معاكي كمان 10 دقائق واقوم عشان انا ورايا كذا وكذا، وقد ايه انا كنت مبسوطه وتسلم ايديكي واستقبالك كان حلو ونتقابل بقى مره ثانيه.